بعد 10 سنوات من انبعاثه، نادي الحديقة والأول مرة في تاريخه يترشح إلى نهائي البطولة. بالنسبة للنادي متاعنا، نادي رياضي الحديقة، اللي السنة يحتفل بالذكرى 10 لتأسيسه، معناها لأول مرة معناها نوصلوا للدور النهائي الممتاز متاع البطولة. وبالنسبة لنا وصولنا للدور النهائي هو في حد ذاته تتويج. مقابل الذهاب دارت اليوم الصباح بالقاعة الرياضية بحي الشباب بين الفريق المحلي وفريق النادي الصفاقسي اللي متعود على النهائيات والألقاب. أول مرة باش نلعبوا فينال، متعودين معناها، إن شاء الله نكونوا خاطر خير منهم إن شاء الله، وإن شاء الله ربي معنا. محظين بالقدي ونعرفوا اللي احنا نجموا نقدموا مردود به وما تنجم توقفنا حتى كيف. رغم انتصار فتيات المدرب محمد الترافيلسي ب3 أشواط نظيفة، إلا أنه فتيات نادي الحديقة قدموا مستوى طيب في هالمقابلة وأمنوا بقدراتهم لآخر دقائق المقابلة، على عكس الشوط الأول اللي دار في اتجاه واحد لزميلات زهرة ريحاني اللي تألقت على جميع الأصعدة وتمكنوا من أخذ الفارق 8-4 ثم ضعفوا 10-5 18-9 واستغلوا قلة التركيز في صفوف نادي الحديقة وخاصة عامل الاستقبال اللي ما كان جيد لينتهي السيت الأول ب11 نقطة فارق. في الشوط الثاني ارتفع نسق المقابلة، الصفاقسية من أجل تدعيم النتيجة وفتيات المدرب سرحان برجب من أجل التعديل في الكفة. الشوط تميز بالتسابق وتعادل نقطة بنقطة 9-8 12-13 18-17 لزميلة زهرة ريحاني، ثم يأخذوا الفارق ويضعفوا وينهيوا الشوط الثاني لصالحهم بالنتيجة 25-21. زرلي هو اللي يلعب خير يربح، أما نحس أنه الصفاقسية له جبارية أكبر وبلو ديسيبليني. الحديقة المانك دو معناتها سوتيان مورالي على فوا، فهمت؟ دونك نقولوا بون شونس اللي يربح، وسي بال اوكازيون هكا واحد يبدل الجو ان ديمونش يجي يتفرج في السبور. نجم تهلي تولي كونسلتون ولا حاجه هكا، تبارك الله هكا تحل. والله علاش لا، يربحوا تنعمل لهم حفله بلاش، نجيبوا شويه فنانين بور دير الموسيقى مربوطه بالسبور وسيتيرا سيتيرا. نفس المستوى تواصل في الشوط الثالث اللي تألقت فيه زميلات خولة بالسوس في التوزيع والهجوم نقطة بنقطة 10-11 22-22 زميلات وفاء منصر، ثم تعدل فتيات نادي الحديقة 23-23 وتاخذ الأسبقية 24-23، لكن عامل الخبرة فرض كلمته في الأخير وتوفى المقابلة بانتصار النادي الصفاقسي في انتظار مقابلة العودة اللي باش تدور السبت القادم في القاعة المغطاة بصفاقس. مردود اليوم ظهر لي شجاعكم باش تعملوا مردود كيف من هكا وخير من هكا في الغتور. ان شاء الله ان شاء الله، احنا ديجا ميسيون اكومبلي توا، على خاطر معناتها سي بور لا بروميير فوا ترشحنا البلاي اوف وسوبر بلاي اوف، دونك توا ان شاء الله ان شاء الله اللي نعملوا سي ان بلوس. البنات عملوا ماتش باهي والروندمون نتاعهم كان في المباراه ماشي ويطلع، وجات اوقات فرضنا النسق نتاعنا في المباراه، الحمد لله هما عامل الخبره كان يعني حكم اكثر في المباراه، وكان خاصه في الكرات الاخرانيه. مالغري الريزولتا هذا المنافس قدم مردود مقبول، خلينا نقولوا نجموا نستناو منه رياكسيون في الغوتور. بيان سور لعب بالكدا اليوم، لعبت الحديقه بالكدا، معناتها اول مره في بالي فينال شامبيونا، وبنات صغار يعطيهم الصحه، ميرسي يعطيهم الصحه بالحق. وان شاء الله في الرتور ان شاء الله نلعبوا احنا ما خير اليوم، ما عديناش ماتش برشا بهيل هيل معناتها. كوتش توصيه الغتور ذا اللي بدات على بكري؟ لا ولا لا جست نتكلم فيهم على بعض الاغلاط، وهذه كانت مصابه مريم مرياني تلعب مصابه برشا، حبيت نقول لها انه مرسى عليها يعني عملته بمجهود الكل، ومرسى على البنات الكليك تعرف ظروف وسخانه وواحد وكل، بعد فينال ديما ثم بريباراسيون لوبجيكتيف معين، بعد البريباراسيون توقع ديما ريلاشمون، صعيب باش تنجم ترجعهم في وقت بسرعه ياسر اللي يرجعوا للكونسنتراسيون الكل. والمنافس كيفاش؟ والله المنافس احنا نعرفوه، واخدين عليه فكره كبيره، نجموا اذا نلعبوا بامكانياتنا 60 70% من امكانياتنا، معناتها ماهوش صعيب علينا المنافس، خاطرش نقاط قوته عرفناها، واحنا عندنا نقاط قوه اللي هو ما يجمش يصدهم.